ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمد أحمد سليمان، مهندس تيبو ماشيني إنجينير. إن شاء الله هنتكلم في كورس إن شاء الله كامل، تكون مجموعة فيديوهات عن الجاز تربين، وإن شاء الله هينزل في حلقات. يعني بإذن الله هتبقى الموضوع، يعني ابتداء هيكون هو الهدف من الكورس ومين اللي ممكن يستفيد منه. وهنبتدي نتكلم بعد كده عن introduction بسيطة جدا، وهنبتدي نتناول يعني زي ما هنتكلم إن شاء الله حاجات بسيطة بطريقة مبسطة جدا، بحيث إن يكون التارجت يعني إن شاء الله يكون الكورس إن إحنا نطلع أو يعني يستفيد منه مهندسين أو فنيين يقدروا بطريقة عملية مش طريقة نظرية. وإن كان هنحتاج بعض النولج أو المعلومات النظرية في الأول اللي عشان تخلينا نبقى قادرين على فاهمين إزاي نتعامل مع التربينة، وسواء في الأوبريشن أو في المينتنانس، ده معظم يعني بيبقى الشغل فيها. فهنتكلم بمنتهى البساطة عن بعض التعريفات البسيطة، يعني بحيث كمان اللي عاوز بعد كده يزود ويبتدي يقرأ أكتر عن الموضوع نظريا وأكاديميا، يعني فممكن يرجع إيه يرى في الموضوع يعني. فاحنا هنوضح شوية حاجات. إن شاء الله احنا هنتكلم عاوزين نطلع بإيه، أو الحاجات اللي هنتكلم فيها في الكورس. هنتكلم الأول introduction بسيطة، بتتكلم على الثيرموداينامكس والداينامكس لوز، وبعد كده إن شاء الله هنتكلم على يعني في عدة مواد بقى، التربين هيستوري، وبعد كده مواد ديستريبيوشن فروم اتش تربين بأنواعها المختلفة. يعني هنتكلم عن 4 أنواع أساسية من التربينات، والتربين افشنسي كل نوع تقريبا الافشنسي بتاعته وصلت لإيه. بعد كده نبتدي نتكلم بقى عن الموضوع بتاعنا، هو الجاز تربين ثيري والنظرية بتاعتها، وبعد الجاز تربين كلاسيفيكيشنز وأنواعها والأبليكيشنز بتاعتها المختلفة. وفي الانترودكشن هنتكلم اخيرا عن الادفانتجز والديس ادفانتجز لكل نوع، اللي هي المميزات والعيوب لكل للجاز تربين بصفه عامه. بعد كده هنبتدي بقى نتكلم عن جزء مهم، ازاي نعمل ديسكريبشن للتربينه. احنا هنتكلم دلوقتي بقى الديسكريبشن بتاعها، الاجزاء بتاعتها، الاجزاء الرئيسيه الكمبريسورز والكومباتشر تشامبر والتربين. هنتكلم بقى نبتدي نتكلم بنوع من بالتفصيل شويه، وبعد كده هنبتدي نتكلم عن الاوكسيلريز. الاوكسيلريز وعشان نتكلم عن الاوكسيلريز هيبقى هنتعامل مع بي ام دي دي، فهنحاول نتكلم بلمحه سريعه عن بي ام دي دي وازاي نقدر نقراه بطريقه سهله ونتعامل معاه، هو حاجه سهله جدا يعني. وهنتكلم عن كالفر جاس سيستم، اللوب اويل سيستم، والستارتنج سيستمز المختلفه، الكولينج اند سيلينج اير سيستم، الفنتيليشن سيستم، والفلتريشن سيستم، والووش سيستم، والفان جاس سيستم. وبعد كده بقى هنتكلم عن الجزء بقى المهم اللي احنا عاوزين بقى نوصل له في الاخر، اللي هو جزء الشغل بقى، اللي هو البيئه العمليه سواء الاوبريشن او المينتنس. وانا من نوعي متواضع وخبرتي المتواضعه، يعني بقول لا، ان ما ينفعش يعني عشان الواحد يبقى فاهم مينتنس كويس في التربينه محتاج يكون فاهم اوبريشن، محتاج يكون فاهم التربينه بتشتغل ازاي، محتاج يكون بيعرف في البارامترز بتاعتها. كل ده بيأثر في عمليه المينتنس، وازاي هو اصلا يعمل ترابل شوتنج، وازاي يقدر يوصل الروت كوز اناليسيس بتاعت المشكله ويقدر يحلها بطريقه صح. وكمان في طبعا جزء المينتنس البي امز، او اللي هو البريفنتيف البريفنتيف مينتنس او الصيانات الدوريه، والكوركتيف مينتنس اللي هو الصيانات التصحيحيه. ده ان شاء الله هنبتدي نتكلم بدايه في الانتروداكشن بتاعتنا، هو ايه عشان نتكلم عن التربينات لازم نعرف هو احنا ايه العلم اللي مختص، العلم الاساسي اللي بيختص بدراسة التربينات. فهو في الأول لازم نبقى عارفين يعني العلم اللي هو الخاص بالتربينات هو الثيرمودينامكس. علم الثيرمودينامكس هو إحدى أفرع علم الميكانيكا أو الميكانيكا باور. فعلم الثيرمودينامكس ببساطة كده هو علم بيتعامل، أو ساعات اللي هو الديناميكا الحرارية، يعني بيتعامل مع الهيت والورك، الحرارة والشغل، والبروبرتيز أو الخصائص بتاعة المادة وتعاملها مع الهيت والورك. بمنتهى البساطة هنعرض برضه بعض الديفينيشنز كده الأساسية عشان نبقى عارفين واحنا شغالين، أما نيجي نقولها نبقى متخيلينها. بمنتهى البساطة الإنرجي مثلا هنسمعها كتير، الإنرجي الطاقة،
هي القدرة على إحداث تغيير أو تأثير، القدرة على إحداث تأثير. وبعد كده الورك ده أو الشغل هو القوة المؤثرة خلال إزاحة معينة. بمعنى لو جبت بيستون وأثرت بيه، بدأت تضغط على البيستون ده وبدأ يتحرك معاك، إذا أنت كده بذلت شغل. عشان هنسمع برضه كتير واحنا بنتكلم على التربينات، الورك المبذول، الورك ده الورك اوتبوت، الاوتبوت ورك بتاعها، طب الانبوت ورك، فهنبتدي نسمعها كتير. فنبقى عارفين ان كلمه الورك بمنتهى البساطه هي الشغل او الشغل المبذول. لو انت جيت ضغط على مكبس وبدات تتحركه في اتجاه بفورس بايدك كده، وبدات تتحركه في اتجاه معين، اذا انت كده بذلت شغل. برضه هنا صوره تانيه بتعرف الورك اهي، لو انت عاوز ترفع الويت ده، الويت ده لو انت عاوز ترفعه هتجيب مثلا بولي، والبولي دي هتبقى توصلها على الموتور، والموتور ده عايز باتري. انت لو ما ابتديتش تدي الباتري، تدي طاقة او انرجي للموتور، الموتور مش هيقدر يبذل الشغل اللي يخليه يرفع الويت. الويت ده عمره ما هيرتفع لوحده كده، لازم ورك يتبذل في السيستم ده عشان يحصل ان الويت ده يحصل. طبعا عشان نبقى عارفين الورك بقى بنقيسه بايه؟ بنقيسه بالجول، الجول او النيوتن ميتر، النيوتن ميتر. تمام. الهيت برضه هنسمع ان احنا بنتكلم عن الجاس توربين كتير. الهيت يعني بطريقه بسيطه جدا هي عباره عن صوره من صور الطاقه. الطاقه دي بتنتقل لما يبقى عندي جسمين. تمام. الجسمين دولت في فرق في التمبريتشر ما بينهم او فرق في الحراره ما بينهم، اذا في طاقه هتنتقل زي ما احنا شايفين كده. الجسم الساخن ده اهو هيبتدي الطاقه بتاعته تنتقل للجسم البارد. هي دي الجزء اللي بينتقل ده، والانرجي الطاقه بتنتقل دي هي الهيت، هي دي الهيت. تمام. طب ومن هنا نبتدي نتكلم، احنا اتكلمنا على الهيت، اذا لازم نبقى عارفين بقى انواع انتقال الحراره، الهيت ترانسفير. الصورة زي ما احنا شايفين هنا بتوصف او بتورينا انواع انتقال الحرارة. عندها ثلاث طرق رئيسية اللي هي الكوندكشن والكونفكشن والراديشن، او بالعربي الكوندكشن اللي هو التوصيل، والكونفكشن اللي هو الحمل، والراديشن الاشعاع. زي ما احنا شايفين كده الكوندكشن بقى في تعريفه، لو انا عندي مادة صلبة، الكوندكشن هو عملية انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة. بمعنى انت اهو زي ما احنا شايفين كده الحلة دي، لو الايد بتاعتها سخنة، تمام، فالحرارة هتنتقل من الايد، من اليد بتاعت الاناء لايد الراجل اللي ماسكها عن طريق الحرارة، لان هو جسم صلب مع الايد وجسم صلب، فبدأت الحرارة تنتقل وبدأ يحس بالحرارة، فدي كده التوصيل. تمام. برضه الماتيريال بتاعت الاناء مع اليد ذات نفسها، لو دي ماتيريال ودي ماتيريال، الحراره هتنتقل بينهم عن طريق التوصيل. يعني انت لو بتسخن على الاناء من تحت، فايه اللي هيخلي الحراره توصل لليد بتاعتها؟ عن طريق الكوندكشن، يعني عن طريق الكوندكشن، يبقى من الاناء لليد بتاعتها عن طريق الكوندكشن او التوصيل. الطريقه الثانيه هي الكونفكشن. الكونفكشن او الحمل هي انتقال الحرارة خلال بقى المواد السائلة أو المواد الغازية، الموائع يعني أو الفلويدز. انتقال الحرارة خلال المواد السائلة أو المواد الغازية ده بيبقى عن طريق الكونفكشن. احنا يبقى الكوندكشن عن طريق انتقال الحرارة عن طريق المواد الصلبة، أما الكونفكشن انتقال حرارة عن طريق المواد الغازية أو المواد السائلة. تمام. دي الطريقة التانية. إذا أنا دلوقتي عندي المية دي اللي جوه او اي مكان نوع السائل ده عشان يسخن، هو بيكتسب الحرارة من الاناء وعن طريق الكونفكشن، او وكمان هتبتدي الجزيئات تنقل الحرارة لبعضيها. الجزيئات دي زي ما احنا شايفين كده هتبتدي الحرارة تنتقل ما بينها وبين بعضيها عن طريق الكونفكشن. تمام. وكمان لو عندنا هوا بقى، لو احنا اللي عندنا الجزء اللي هنا ده الحرارة، ادي اللهب اهو او النار، ففي بقى هوا حواليها. الهوا ده لما بيسخن برضو، انا لو جيت حطيت ايدي كده من بعيد هنا في الحتة دي او في الحتة دي هحس بحرارة. ليه كده؟ برضو عن طريق الكونفكشن، لان احنا قلنا هو انتقال الحرارة عن طريق المواد الغازية او المواد السائلة، فنتيجة الهوا سخن هنا فبدأت انا احس كمان بحرارة، ادي الكونفكشن. اما الراديشن النوع الثالث هو انتقال الحرارة عن طريق الاشعاع.
أو عن طريق اللهب. أنت لو قدامك حاجة شبه اللهب أو النار كده، فالحرارة هتنتقل للإناء ده عن طريق الأول الراديشن اللي هي شايفة اللهب أو شايفة الإشعاع بتاعها، وكمان عن طريق الكونفكشن اللي هو الهواء المحيط، وبعد كده السائل هينتقل فيه عن طريق الكونفكشن، والأجزاء الصلبة هتنتقل فيه عن طريق الكوندكشن. بمنتهى ببساطة زي كده الشمس. كمان الشمس بتنقل لنا الحرارة بتاعتها إزاي؟ بتنقل لنا الحرارة عن طريق إن بتبتدي في الفضاء، لأن مفيش أي وسيط ينقل حرارة في الفضاء، مفيش غلاف جوي، الغلاف الجوي بيبتدي في الأرض. تمام؟ إذا في الفضاء الحرارة بتاعت الشمس هتنتقل عن طريق الراديشن، لأن مفيش ولا مواد صلبة ولا غازية ولا سائلة في الفضاء. إحنا عبارة عن الشمس الحرارة شايفة الأرض، مفيش أي وسيط ما بينهم. إذا أو فالحرارة تنتقل عن طريق الراديشن. بعد كده بمجرد تدخل الغلاف الجوي فهتبتدي بقى الحرارة تنتقل لنا عن طريق إيه؟ عن طريق الراديشن، لأن إحنا شايفين الأشعة. تمام؟ لما الشمس تبقى طالعة الصبح شايفين الأشعة، وكمان عن طريق الكونفكشن اللي هو طبقات الغلاف الجوي اللي هتبتدي تتأثر بالحرارة وتبتدي تنقل لنا الحرارة من طبقة لطبقة لغاية ما توصل لأجسامنا. دي الثلاث طرق لانتقال الحرارة: الكوندكشن والكونفكشن والراديشن. تمام؟ هنتكلم بعد كده برضو عن اتنين بارامترز مهمين جدا واحنا بنتعامل مع التربينات، بارامتر اسمه الانثالبي والانتروبي. بمنتهى البساطة جدا الانثالبي ده احنا هي مش قيمة ملموسة، يعني ما اقدرش مش قيمة مثلا اقدر اقيسها زي البريشر او التمبريتشر. تمام؟ البريشر انت هتجيب جيج او عداد وتحطه او ثيرموميتر وتحطه التمبريتشر وتبتدي تعرف بالنسبه للبريشر جيج، بتجيب البريشر جيج او العداد بتاعك وتبتدي تقيس البريشر ده، اعرف قيمه البريشر في الماده، والتمبريتشر كذلك بتجيب الثرمومتر وتبتدي تقيس. لكن الانثالبي دي ما نقدرش نقيسها، القيمه مش ملموسه، بس هي قيمه مهمه جدا احنا بنقدر نعمل عن فيها الكالكوليشنز بتاعتنا اللي نقدر نحسب بيها زي مثلا لما اجي اقول الهيت او الايه صوره من صور الطاقه يعني، وبارامترز مهمه في الحسابات بتاعتنا. بمنتهى البساطه هو الانثالبي ده بيساوي الانترنال انرجي اليو بلس او زائد البريشر في الفوليوم، البريشر في الفوليوم. يعني انا عندي جازس، الجازس بتاعت التتبيع زي ما احنا هنشوف بعد كده بيبقى لها بريشر ولها حجم فوليوم ولها انترنال انرجي، احنا مجموع الحاجات دي بيقدر نجيب منه الايه الانثالبي. تمام؟ بمنتهى البساطه. اما الانتروبي يعني التعريف البسيط جدا ليها هي مقدار العشوائيه في جزيئات او في تحرك جزيئات الماده. دي بمنتهى البساطه ليه بنتكلم عن انتروبي، اللي هنشوفها بعد كده في الكيرفات، ودايما التي اس دايجرام هنشوف واحنا ازاي بنفهم البروسيس من عليه ونفهم ده، فنبقى فاهمين ان الاس دي هي اللي بتعبر عن انتروبي خلاص، وهتبقى بارامتر مهم. بعد كده هنبتدي ننتقل لقوانين الثيرموداينامكس. عندنا اربع قوانين بيبتدوا بالزيرو سلو وينتهوا بالثيرد لو في سيرو دايركس. القوانين دي بمنتهى البساطه كده هي بتقول لك او بتحدد الفيزيكال او الكميات الفيزيائيه للتمبريتشر والانرجي والانتروبي وتعاملها في الثيرمال سيستم لما بيوصل في حاله الثيرمال اكويليبريم. القوانين دي هتبقى مهمه عشان نبقى فاهمين هو ازاي التربينه بتشتغل وازاي بتنتج الورك بتاعها او الانرجي او الباور اللي انا باخدها منها. القانون الاول بمنتهى البساطه زيرو سلو في الثيرمودينامكس هو قانون سهل جدا وبسيط. بيقول في القانون ده لو انا عندي سيستم A وسيستم B في ما بينهم اتزان حراري او ثيرمال، تمام، اكليبريم، وعندي ان الثيرمال سيستم A وسيستم C في بينهم اتزان حراري، يعني درجات حرارتهم متساويه برضو، اذا الطبيعي جدا ان سيستم B وسيستم C هيكون حرارتهم متساويه. ده بمنتهى البساطه الايه الزيروث لو اوف ثيرمو داينامكس. ننتقل بقى للفيرست لو اوف ثيرمو داينامكس، وساعات بنقول عليه قانون بقاء الماده الكونزرفيشن اوف انرجي، قانون بقاء الطاقه، اللي هو بيقول ان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صوره الى اخرى. فما بيجي اما بنيجي نتكلم عن الطاقه، ما ينفعش انت تقول ان انا العجله دي مثلا هتتحرك كده مش هتقف، لازم
يبقى في حاجة بتسبلاي الباور دي، حاجة بتحافظ عليها، لأن في لوسز هتقع، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ومفيش مرة واحدة كده هتلاقي طاقة طلعت لك من غير شيء. لكن اللي بيحصل دايما كل اللي احنا بنعمله في حياتنا والصناعات والدنيا كلها قايمه على تحويل الطاقه من صورة لاخرى. الطاقه الكهربائيه تحركها لطاقه حراريه مثلا في صوره المكوى، الطاقه الميكانيكيه تحولها لطاقه كهربائيه في صوره الجنريتور او المولد، الطاقه طاقه الحركه بتاعه الرجل بتحولها لطاقه حركيه او طاقه ميكانيكيه للعجله، تبتدي العجله معاك لو انت بتسوق العجله بتتحرك معاك، وهكذا انواع الطاقات المختلفه. وكمان فده ببساطة القانون الأول أو first law of thermodynamics، وبيقول طبعا إن عندنا اتنين parameters مهمين احنا اتكلمنا عليهم وقلناهم، اللي هو الهيت والورك، وإن ال internal energy أو التغير في ال internal energy في الطاقة الداخلية للمادة بيساوي الهيت added أو الهيت اللي احنا أضفناها للسيستم ناقص الورك المبذول. تمام. بعد كده بندخل برضه عشان نتكلم حاجة مهمة جدا، أنواع process thermodynamic process عشان برضه هنتكلم عليها لما نوصل للكمبريسور والتربينة، وإحنا بنشرح السايكل برايتون سايكل بتاعت الجاست تربين نبقى فاهمينها. فهنيجي بس نعرف شوية حاجات أساسية. نقول الأيزوباريك، الأيزوباريك اللي هو البريشر ثابت، أما بيبقى البريشر يكون ثابت على البي في دياجرام، يعني أنا عندي بروسيس العملية اللي بتحصل البريشر أو الضغط ما بيتغيرش فيها زي ما بيحصل مثلا في الكمباشر تشامبر أو غرفة الاحتراق بتاعة التربينة، فالبريشر بيبقى ثابت، إذا بقول عليها أيزوباريك. تمام. وبالتالي بنشوف الشكل ده، هنلاقي كده الخط هوريزونتال. تمام. معنى إن مفيش تغير في الضغط. الحاجة التانية الايزوفوليومتريك، الايزوفوليومتريك يعني الفوليوم او الفي ثابتة، وهنا في الحالة دي بدل الفوليوم ثابت بنلاقي ان الورك عندنا بزيرو، يعني لو اي بروسيس بيحصل فيها ان الفوليوم ما بيتغيرش من اما بيتحرك من نقطة واحد لنقطة اتنين، اذا في الحالة دي الورك هيكون بزيرو، و التشينج او التغير في الانترنال انرجي هيساوي الهيت بس. تمام. الحاجه الثانيه بقى الثالثه، ودي يمكن من اهم الحاجات عشان نبقى فاهمينها، الايزو ثيراميك، الايزو ثيراميك او الايزو ثيرمال نفس المعنى، يعني الايزو ثيراميك او الايزو ثيرمال. هنا بيبقى بنقول على البروسيس دي ايزو ثيراميك او ايزو ثيرمال لما تبقى التمبريتشر ثابته ما بتتغيرش، لو عندي بروسيس التمبريتشر ما بتتغيرش فيها معزوله حراريا يعني، ففي الحاله دي بنقول ان دي ايزوثيرمال وبتبقى التمبريتشر كونستانت، وبنشوفها طبعا بنشوف البروسيس كده على البي في دياجرام، طبعا لو على التي اس دياجرام هنشوفها بعد كده، هنلاقي ان التمبريتشر مالها، هنلاقي التمبريتشر ثابته. وبنلاقي في الحاله دي طبعا ان التغير في انترنال انرجي بيساوي زيرو نتيجه لان عندنا البروسيس دي كانت ايزوثيرمال، وفي الحاله بنلاقي ان الورك المبذول بيساوي الكيو ادد، الورك المبذول بيساوي الكيو ادد. تمام. الحاجه بقى الرابعه كمان والمهمه الاديباتيك، الاديباتيك او الايزنتروبيك، الاديباتيك او الايزنتروبيك. هنا في حاله الاديباتيك او الايزنتروبيك بتبقى الكيو بتساوي زيرو، الهيت ادد مفيش هيت ادد، وكمان بنلاقي الانتروبي اللي احنا اتكلمنا عنه شويه بتساوي الانتروبي بتبقى بزيرو، او قصدي اسف بتبقى بكونستنت، التغير في الانتروبي بزيرو يعني بتبقى كونستنت مفيش تغير في الانتروبي، وبالتالي في الحاله دي الكيو هتبقى هي اللي بزيرو زي ما احنا بزيرو، وبالتالي الانترنال انرجي هتساوي بقى ماينس الورك، ماينس الورك. دي بس بروسيس مهمه، كل ده ان شاء الله هيبتدي يوضح بالتفصيل واحنا بنتكلم بعد كده عن السايكل بتاعتنا، وبنتكلم الكلام ده يبقى عندك باك جراوند وداتا بيس كويسه انك تبقى فاهم احنا بنقول ايه بعد كده في التربينه. القانون الثاني للثيرموداينامكس او السكند لو اوف ثيرموداينامكس بيتكلم بمنتهى البساطه ان البروسيس تنتقل في اتجاه واحد، ما ينفعش تتجه في اتجاه عكسي، بمعنى كده بسيط جدا ان الانتروبي في السيستم المعزول ما ينفعش تقل، او بقى نتكلم بطريقه كده عشان نبقى كلنا فاهمين الكلام ده معناه ايه. معناه ان انا عندي دايما الحراره زي ما احنا عارفين تنتقل من الجسم الساخن للجسم البارد، لو عندك فنجان شاي تمام والدنيا ساقعه فهتلاقي ان الحراره بيطلع بخار كده منه، والحراره تنتقل من الجسم الساخن للجسم البارد زي ما احنا عارفين، وتنتقل بطريقه ناتشرال او طريقه طبيعيه ما بتحتاجش اي اكويبمنت عشان تعمل القصه دي. لكن العكس بيحصل، العكس ما ينفعش يحصل، يعني بمعنى انت ما ينفعش تنتقل من الحرارة الباردة للحرارة الساخنة،
يعني ما ينفعش تسحب حرارة من الجزء البارد توديه الجزء الساخن، بمعنى انت لو عندك الجو حر تمام عشان تبتدي تبرده، يعني عاوز تنقل حرارة تدخل حرارة باردة مكان الحرارة السخنة، فانت في الحالة دي لا لازم تبذل الورك، لازم تستخدم الهيت بامب زي ما احنا كنا بنستخدم دايرة الريفريجريشن او اللي هي كارنت سايكل، ونبقى دايرة التلاجة فيها كومبريسور، الكومبريسور ده هو الورك اللي انت بتبذله عشان تغير من حالة السخونة لحالة البرودة تمام. فانت محتاج تبذل الورك هنا تمام. ده مختصر القانون الثاني للثيرمودينامكس. القانون التالت للثيرمودينامكس برضه سهل جدا، بيتكلم بيقول ان الانتروبي بتاعت اي سيستم بتوصل للزيرو او هتوصل للزيرو في حاله ان الابسولوت تمبريتشر تكون بزيرو. الابسولوت تمبريتشر هنا بزيرو مش قصدنا بيها ان زيرو سليزيوس، لا قصدنا بيها زيرو كلفن، والزيرو كلفن بيساوي حوالي سالب 273 درجه سليزيوس. في الحاله دي الانتروبي تقريبا هتكاد تكون بتساوي الزيرو تمام. دي ببساطه اهم قوانين الثيرموداينامكس، وانترودكشن بسيطه كده عن الثيرموداينامكس. ان شاء الله من اول المحاضره الجايه هنتكلم بقى على التربينز وانواعها كلاسيفيكيشن ليها، وان شاء الله نتكلم ونشوفكم المره الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.